الله الرحمن الرحيم. هاي التوصيل اللي خايفين من عندنا. ايه هاي. بس نخليها تجل شويه. ندخلها بعدين نبلعها. ننزل جوا هنا ونعطي لها شعر ونفخها ونطمئن عليها. تمام؟ تيستر نعم. تعال قول يلا شغل تمام؟ تمام. يلا سلامة. أمور طيبة؟ ها؟ ماكو شيء هسه حاسس بشيء؟ حاسس بشيء قاعدين فوق؟ ها؟ بشيء وراك؟ ما أعرف الحمد لله. ليش متوتر؟ انت قلت لي تريد تروح كلية عسكرية؟ اوكي الصراحة دخلناها ونفخناها وسحبنا الواير وبقت الكبسولة داخل المعدة عبارة عن بالون. اوكي شكرا جزيلا.